أعزائي مشاهدي AUC TV، مساء الخير مساء السعادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دردشة. النهاردة ضيف الحلقة هو نجم كبير. النجم ده اتميز بتنوع أعماله التلفزيونية والسينمائية والإذاعية والمسرحية. اتميز برضو نجمنا بأن هو قدم أدوار عديدة، والأدوار دي امتازت أن هي تنوعت وما عادش أدوار أو ما حصرش نفسه في أدوار. نجمنا النهاردة هو النجم الكبير الأستاذ محمود الجندي. مساء الخير أستاذ محمود، أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. النهاردة يا أستاذ محمود إحنا بنحب نعرفك للسادة المشاهدين، إحنا أوريدي معروف، عايزين نعرف في كلمتين أنت تحب السادة المشاهدين يعرفوك بأنهي طريقة؟ محمود الجندي يعني ده كافية جدا، إنما أي معلومات إضافية حوالين محمود الجندي دي الناس عندهم هم اللي بيحطوها، يعني هم اللي بيحطوا التتر الخاص بيهم شايفين محمود الجندي إزاي. تمام. ما بحبش احصر نفسي في تسميه انا افرضها، يعني الفنان محمود الجندي، الفنان الشامل المتكامل على ما اعتقد ده اللي هنتكلم عليه في حلقه النهارده. يعني يا اشكرك على التعليق. الله يخليك استاذ محمود. الفن اللي حضرتك تميزت بيه هو امتاز بالتنوع. في النهارده حاجات اعمال تلفزيونيه ومسرحيه واذاعيه وسينمائيه، حضرتك لاقي نفسك فين اكتر؟ ايه الفن الاقرب الى قلبك؟ بلا تردد المسرح. تمام. لأن المسرح هو مملكة الممثل، يعني بيبقى المخرج خلص شغله والمؤلف والديكوريست وكل الناس خلصوا، واللي بيبقى أمام الجمهور هو الممثل. فالممثل هو أمام ملك الموقف، هو اللي حاسس إيقاع الرواية، هو اللي حاسس نبض الناس، تجاوبهم أو رفضهم، فهو واللي بيتلقى تحيتهم في الآخر. صح. فالمسرح بالنسبة لي هو المكان اللي بيسعدني واللي بيرضيني فنيا، لان انا بحس رد فعل المتفرج فورا في نفس اللحظه. هل بتحس ايه بقى كده؟ اشرح لي. وانت بتلقي بالدور على خشبه المسرح، ايه الشعور اللي انت بيرجع عليك؟ نمره واحد، ان انا ببقى عايز الناس دي تبقى مبسوطه. تمام. اول احساس اسعاد الاخرين، ودي يعني ميزه ربنا حاططها في الانسان اللي بيعرف يعيش، اللي بيعرف يعمل علاقات كويسه مع الجمهور ومع الناس عموما في حياته. انا على المسرح بلاقيها قدامي فرصه ذهبيه ان انا اخلي الناس دي تبقى مبسوطه، تبقى سعيده. لو انا كنت صادق في اللي انا بأديه لازم انا اصدقه كويس قوي علشان الناس لما تتلقاه تصدقوا مني. اللي هي المصداقيه دي. بس المسرح التزام حضرتك، يعني كل ليله بيبقى عندك عرض ما عدا يمكن يوم في الاسبوع. بالظبط. فانت الالتزام ده فين في اعمالك التانيه اللي انت شغال عليها في نفس الوقت؟ لا بتترتب، يعني الناس اللي انا اولا بقول لهم المسرح نمره واحد، يعني عندنا قانون في العمل الدرامي العمل الفني بيقولوا المسرح يجوب بكل شيء. اللي عنده مسرح كل سينما تلفزيون يعرف ان قبل ميعاد المسرح هو بينتهي شغله معاه، بيجي اولا يعني، واي حاجه تانية بتبقى بتترتب حوالين ميعاد المسرحيه. لان انت المسرح في ناس جايين لك مخصوص من بيوتهم، نزلوا من بيوتهم عشان يجوا يتفرجوا عليك، فعلى الأقل لازم تحترم ميعادهم وما تضيعوش. جميل جدا. أستاذ محمود حضرتك تميزت برضو بأعمال متنوعة كتير وبأدوار متنوعة، ما حصرتش نفسك في دور واحد زي ما قلنا في البداية. حضرتك إيه أحب الأدوار إلى قلبك؟ ممكن تقولي دورين مثلا في عملين. أحب الأدوار ممكن أقول لك بداية في تلفزيون شهد والدموع. تمام. دي كانت من الحاجات اللي عملت علاقة كويسة مع الناس، لان انا عملت دور الابن والاب. صح. في المسرح مسرحيه كان اسمها عنتر، كنت بعمل دور شيبوب، ودي كانت المسرحيه يعني اللي هي فتحه الخير بالنسبه لي، اللي عرفت معظم النقاد والمهتمين بشؤون المسرح والسينما بمحمود الجندي، كانت من مسرح الطليعه. ياه. دي كانت سنه كام بقى تقريبا؟ حاجه و70 75 76 كده. تمام. دي كانت كنت بعملها كل يوم بعشق شديد جدا، لان الدور كانه كان مكتوب لي علشان اثبت فيه امكانياتي واثبت فيه وجودي. بيبدا مهرج جدا ومهرج وملوش مبدا وسكير وكده، وبينتهي بيه الامر الى انه حياته بتنقلب الى تراجيديا عاليه جدا بعد ما بيفقد اخوه العنتر وبيرجع من غيره. فدور مساحته او قماشته زي ما بيقولوا مساحه كبيره بتتنوع.
تمام. فانت بتبدع بقى في كدور يعني. هل بقى حضرتك على المسرح وكده برضو رجوعا للمسرح بتحس ان انت كل ليله عرض بتفرق عن التانيه، او بمعنى اصح انت بتتطور في اللي انت بتتعلمه، ممكن تقدم الدور بطريقه النهارده وتقدمها بطريقه تانيه بعد اسبوع او اسبوعين؟ كل يوم بيبقى متغير عن اللي قبله. ليه؟ لان الجمهور متغير. صح. ما انا لو بقول لك انت نفس النكته كل يوم انا شخصيا ده معيبك. صح. لكن لما بلاقي حد جديد بقول له النكته هي نفسها لسه قايلها لك امبارح، بس بقولها له هو كان لسه ما حدش سمعها خالص. فبالتالي كل جمهور بيجي المسرح انا بعتبره ده ناس جايه لاول مره بتسمع الكلام ده. انما انا لو حطيت في دماغي ان انا الكلام ده انا قلته امبارح هيبقى تقيل. صح. وحضرتك كمان بتبقى طاقتهم مختلفة، في ناس متفاعلة وتجاوبها مثلا زيادة النهاردة، ناس تانية لازم تفكها شوية زي ما بنقول فترمي إفي أو نكتة مثلا مختلفة. هي بتبقى طبعا إيه يعني، ما بحبش حكاية الخروج ولا دغدغة عواطف اللي بقى أوكي. ليه بقى؟ أنا بقول نفس الكلام بنفس لأن أنا بلتزم من أول يوم عرض لآخر يوم عرض. أحيانا بتعنك جملة جوه الموضوع ما جاتش على بالي ولا على بال المؤلف، ويمكن بعد شهور من عرض الرواية بتيجي جوه العرض، ما بتبقاش معمولة عشان حاجة يعني. إنما في جمهور بيبقى جاي يستمتع فقط، ما بيبقاش رد فعله زي الجمهور اللي جاي يضحك بس. صح. فأنا حسب رد فعل الجمهور أنا بقبله، مش أنا بعمله، أنا بقبل إن هو كده، بس أنا بعمل نفس الطريقة، بعمل نفس العرض. فهمت حضرتك. في ناس بتاخده على انها جايه تقعد تتفرج وتستمتع، وفي ناس عايزه الضحك فبتضحك كتير. صح. فهي ده حسب تلاقيه هو اللي حضرتك بتقدمه. تمام. انا في حته بقى يعني، بما ان حضرتك بقالك يعني سنين طويله في كذا مجال في الفن وكان عندك مشاريع برضو انا سمعت عنها، كان نفسي اسال حضرتك غير التمثيل والاذاعه والمسرح وكل الحب ده، هل تطرقت الى مجالات تانية مثلا زي كتابه انتاج؟ انتاج، عملت شركه انتاج وانتجت سينما، وانتجت برامج تلفزيون، انتجت فيلم اسمه المرشد. تمام. كان بطولة شريهان وفاروق فيشاوي وانا مثلت معاهم طبعا. طبعا طبعا. لا فاكرينه كويس. المرشد، وكنت بقدم فيه لاول مره شحات مبروك، اول مره كان يمثل، وفاجبته في فيلم المرشد ده. عملت مشروع استوديو وبس يعني حصل فيه شويه لخبطه، ومشروع ما كملش، او يعني بعد ما اشتغل سنتين ناس دمروا احرقوه وكده. فيعني الحمد لله رضيت بما قسم الله. بالنسبه للمجالات الفنيه كتبت في بدايه حياتي لان ما كنتش لاقي دوري. انا بعد ما اتخرجت من المعهد دخلت الجيش قعدت 7 سنين، فكان خلاص بقى مفيش امل في ان احنا نشتغل في الفن. تمام. فمارست الكتاب، كتبت مسرح وكتبت اشعار واغاني لمسرحيات، لان زي ما قلت لحضرتك انه الفن ما بينفصلش يعني، الفن بيبقى جوه الانسان، احساس الفني ممكن يبقى نظرته حلوه للوحه، نظرته حلوه للالوان، ودنه حلوه في الموسيقى، بيسمع كويس، بيتمان، انما انهي الجزء الاكتر جواه اللي هيعبر عن فنه بيه هي دي اللي بتخلص. والحته فيه اللي بيشبعها ذاتيا زي ما حضرتك قلت في الاول الحلقه في اول سؤال، المسرح مثلا بالزبط. بالنسبه لك ده اللي بيشبعك ذاتيا، بس انت شامل بقى كفنان بتجي. شامل ليك نظره في بقيه الفنون زي ما بنقول. بالزبط. طيب حضرتك برضو بوجودك في المجال انا هسالك حاجه مهمه جدا، هنعتبر انا مثلا انا داخل المجال جديد كويس. ايه بقى النصيحه اللي ممكن تنصحها لحد هنقول مثلا اكثر من كذا، اعمل ده اكتر او ابتعد عن كذا؟ نقول مثلا هنبتدي في الاول الشقيه الاولانيه، نعمل ايه؟ تنصح ايه بالناس تعمله مفروض؟ انا دي بعتبرها رسالتي الحقيقيه دلوقتي للشباب الجديد اللي انا بتعامل معاهم، وده اللي انا قلته لاحمد ابني. احمد دلوقتي مخرج كبير ما شاء الله. بالظبط. اول ما بدا يشتغل قلت له دول نمره واحد، صدق اللي انت بتعمله قوي عشان الناس تصدقك، تعامل مع الناس على انهم بيفهموا احسن منك. صح. تتعالاش عليهم. نمرة ده في الاختيار العمل الفني. نمرة واحد في طريقة التعامل. الاتفاق الاولاني رقم واحد اهم من اللي هيجي بعده رقم اتنين، ولو هتاخد في رقم اتنين ملايين اضعاف الرقم الاولاني. ده على اساس ان الناس ساعات بيتعرض عليها كونتراكتس او عقود مثلا معينة. بالزبط. ففي التزام مع الاول. بيغريه انه بيجي واحد تاني بعد ده ما اتفق معاه بيوم، بيجي واحد يتفق معاه باكتر،
فبيديله الاهتمام. تمام. الاهتمام رقم واحد ايا كان تهتم. المدير ده بيخلق له نوع من المصداقيه في التعامل حتى، فبيبقى محترم في مجاله وكلمته بتبقى وسمعته وكل ده طبعا. لان الاخلاق ما بتنفصل عن الفن، عمرها ما تنفصل. اذا تعاملت في فنك بلا اخلاق او بتنازل شويه في الاخلاق، يبقى فنك هيبقى كده كمان، هينزل.